أنا ثماني ما خليها وخلتني أشوف والسمع والبندق وشدتها وثلاث ما عفتها لكن عافتني الهجن والنجر والدلة وصبتها وقت ما بطيعها وهي مطيعتني واخذت ما جاز منها يوم شبيتها ثلاث مالين خليها وخوتني الشوف والسمع والبندق وشدتها ثلاث ما عرفتها لكن عافتني الهجر والنجر والدلة وصبتها دنيا تقافت ومرتني وجرتني جرت حبال السواد مع مجرتها ما قلت فيها لين هزتني شفت اختلافات توازن عقب هزتها صارت بلاوي لكنها ما تموتني ما يقتل النفس غير انها يطعمتها ثلاث مالي ما خليها وخوتني الشوف والسمع والبندق وشقتها ثلاث ما عفتها لكن عافتني الهجن والنجر والدلة وصبتها خير منها ثلاث كان خاوتني الدين والصبر والتوحيد بلغتها ثلاث ما مثلها لان كان كتبتني الحور الابكار والجنة وراحتها خايف وراجي وسيتي مهمتني واخاف تحمي لنفسي فوق طاقتها ثلاث مالي ما خليها وخوتني الشوف والسمع والبندق وشدتها ثلاث ما عرفتها لكن عافتني الهجن والنجر والدلة وصبتها ما فيه مثقال ذرة غير وزنت لي الله ذكرها ولا قريت صورتها وإن كان ما هي بقدمي ما تقفت لي نهار نشرى الصحايف عقب وزنتها يا ربي العفو قبل لأجلي أبواتني عفوك ورحمتك كبرها بحزتها